جرام بوزيتيف باسيلاي يوبيكويتاس يعني موجوده بكل مكان، يعني عالميه الانتشار او واسعه الانتشار. They form spores، هذه المجموعه من الجرام بوزيتيف باسيلاي مكونه للسبورات. They can survive in the environment for many years، تقدر تبقى على قيد الحياه في البيئه لعده سنوات. Bacillus species are aerobes، بكتيريا تنمو بوجود الأكسجين، بوجود الهواء. And the Clostridium species، وأفراد الكلوستريديوم من هذه المجموعة تكون anaerobes. إذن الباسيلس البكتيريا العصوية اللي تكون بشكل باسيلاي أو عصوية الشكل، بيها مجموعة هوائية وبيها مجموعة لا هوائية. الهوائية الايروبس يعني راح نتناولها في محلها، والكلوستريديوم سبيشيز حتكون هي المجموعة اللاهوائية. نجي على الباسيلس بصورة عامة، الباسيلس هي هوائية ايروبيك بكتيريا جرام بوزيتيف رودز، تكون من نجي نصبغها بالجرام بوزيتيف ستينينج تكون على شكل رودز، يعني عصيات مثل هذا الشكل اللي مبين امامكم، وتاخذ الصبغه الموجبه. occurring in chains، تكون على شكل سلاسل، ممكن ان تصطف على شكل سلسله، وهذا شكلها under the microscope. most members of this genus are saprophytic، saprophytic يعني شنو؟ رمية المعيشة، يعني هي تعيش مو شرط داخل جسم الإنسان، وإنما ممكن تعيش على الجثث، على المواد العضوية، على أي مادة بالطبيعة موجودة. فسابروفايتك أورغانيزمز بريفالنت إن سويل، تكون موجودة أو يعني طاغية أو مسيطرة أو موجودة بالسويل، بالتربة. water and air and on vegetation، موجودة بالنباتات الخضروات. ومثال عليها هي الباسيلس ساتلس، ساتلس هاي البي ما تلفظ. الباسيلس سيريوس نوع آخر، can grow in foods and cause food poisoning by producing either an exotoxin فتسبب لنا الدايريا، or an emetic toxin تسبب لنا الفوميتنج. النوع الثالث هي الباسيلس انثريسز، يسموها الجمرة الخبيثة، which causes anthrax as a principal pathogen of the genus. زين، نجي على النوع الخطر من عندهم من هاي الباسيلاي، هي الباسيلس انثريسز. انكس is primarily a disease of herbivores، يعني آكلات الأعشاب، يعني هو عبارة عن مرض من الأمراض اللي ابتدائيا يصيب الحيوانات آكلة العشب مثل الشيب، الخروف أو الغنم، الكتل، البقار، horses and so on، وبقية الحيوانات من هذه الفصائل المشتركة. Other animals يعني حتى يشمل الغزلان، كل الحيوانات المجترة تقريبا يصيبها. يعني أنا حتى كنت أتابع تقرير على ناشونال جيوغرافيك، هذه أفراس النهر، فرس النهر أيضا يعتبر من الحيوانات المجترة، هواي منهن هلك في أفريقيا بسبب الأنثراكس الجمرة الخبيثة. Humans become infected incidentally، يعني بصورة عرضية، by contact with infected animals or their products، الإنسان يصاب عرضيا إذا صار في تلامس مع الحيوانات المصابة أو نواتج هاي الحيوانات المصابة، يعني لحمها، حليبها، مدري شنو، يعني إذا كان في تلامس معها ممكن أن يعرض نفسه للإصابة. The infection is usually acquired by the entry of spores through injured skin،
دخول السبورات إلى الجلد المجروح cutaneous anthrax راح يصاب بالطور الجلدي للأنثراكس or rarely the mucous membranes فيصاب بالgastrointestinal anthrax or by inhalation of spores into the lung فراح ياخذ الانهاليشن انثراكس. اذا الانثراكس تنتقل بثلاث طرق، يعني اما عن طريق الجلد الابريجن ووند او الانجورد سكين يسبب لنا الكوتينيوس انثراكس، او عن طريق الميوكس ممبرين يسبب لنا الجاسترو انتستينال انثراكس نسميها، او باي انهاليشن اوف سبورز انتو ذا لانج فنسمي هذا الطور الانهاليشن انثراكس. نجي على الدياجنوستيك تيستس اند تريتمنت. السبيسيمنز تو بي اكزامند ار فلويد اور بس فروم ا لوكال ليجن. ناخذ السوائل او البص من المنطقه اللوكال ليجن، المنطقه اللي يصير بها التهاب. البلد ممكن ناخذ الدم او البلورال فلويد. تعرفون شنو البلورال فلويد؟ من يقول لي شلون ناخذ البلورال فلويد؟ عن طريق البايوبسي. لا، الشق نشق يعني من الصدر وبعدها الجروح بشكل جانبية وبالوسط حتى نتخلص منه ونطلع خزعة. زين، هو شنو البلورال كافيتي؟ السائل الجانبي اللي موجود بين اللانج. بين اللانج يعني بين الرأى اليمنى واليسرى؟ لا، هو هذا اللي هو الكافيتي يعني الكافيتي اللي يحيط الموجود في المنطقة الصدرية اللي يحيط القلب واللانج الهارت واللانج، هو هذا السائل الكافيتي هو يصير بيه سوائل، يصير افرازات زايده بالميوكس ممبرين يصير بيه سوائل. عفي عليك. الكافيتي اللي يحيط بالرئتين، يعني احنا ما نزرف الرئه، الرئه ما لنا شغله بيها، بس هو الفراغ اللي صاير بين الرئتين بين الجدار الخارجي للرئه وبين الجدار اللي يعني اللي موجوده بداخل الرئه، بين الرئه وبين الجدار اللي بعدها، هذا الفراغ نسميه البلورال كافيتي. ندخل نيدل ندخله من بين الاضلاع، نثقب، ويعني اما خبره الطبيب انه يدخل المسافه سنتيمتر ونص سنتيمترين الى ان يوصل للمكان المحدد، يعتمد على خبرته، او تحت الالترا ساوند يعني تصوير يصور المنطقه بالموجات الصوتيه ويشوف النيدل وين يوصل بحيث يتجنب ان يثقب الرئه، لان اذا ثقب الرئه يسبب مشكله. فمن يدخل النيدل راح يسحب يطلع له سائل، هذا السائل هو البلورال فلويد، يدزل المختبر لغرض التشخيص. فأي ما ناخذ باس او ناخذ فلويد معينه من منطقه الليجن، سائل مطلي او باس، او ناخذ بلاد مثل ما قلنا، او ناخذ بلورال فلويد، او ناخذ سيربروسباينال فلويد. سيربروسباينال فلويد هو السي اس اف، هذا السائل اللي موجود بالقناه الشوكيه، قناه اللي بصف هذا السائل اللي يحيط بالدماغ وتنزل القناه مع العمود الفقري يمين ويسار، يمشي بها هذا السائل اللي نسميه سيربروسباينال فلويد، يساعد على حمايه النسيج العصبي الاعصاب، وطبعا هذا يكون ستيرايل، ما احنا ناخذ منه عينه حتى نعرف انه الانثراكس او البكتيريا او الانتيجينات مالت البكتيريا واصله لهذا المكان او لا. ان سيربروسباينال فلويد ان انهاليشنال انثراكس، لان الانهاليشنال انثراكس يوصل يعني الانفكشن يوصل للسيربروسباينال فلويد. الاسوشيتد وذ سبسز اند ستول، كذلك ممكن ناخذ الستول
or other intestinal contents in the case of gastrointestinal anthrax. When grown on a blood agar plates, ننمي هذه السامبلات ناخذ منها مسحات يعني ناخذ منها كمية ونمسحها باللوب أو بالستيك هذه البلود أجار نسوي plates من البلود أجار من هذه العينات أي منها the organisms produce non-hemolytic gray to white tenacious colonies يعني شكل الكولونيز المستعمرات تكون بشكل نان هيموليتيك مستعمرات غير محللة للدم شكلها جراي رصاصي تقريبا إلى أبيض تينيشيوس كولونيز يعني مستعمرات عنيدة أو متمسكة متشبثة تمام بالبليت with a rough texture شكلها خشن زين يعني شلون الملمس مالها احنا ما نلمسها طبعا بس شكلها يوحي انه هي خشنة الملمس مثل هذا السلسلايد اللي بعده تشوفون صورتها and a ground glass ground glass ارضية شلون يسموه الزجاج المطحون شكل الزجاج المطحون ground glass appearance coma shaped outgrowths شكل الكوما من نجي نفحصها تحت الميكروسكوب كوما شيبت اوتجروث ميدوزا هيد او الكورلد هير كورلد هير مثل الشعر المجعد او قنديل البحر يسموه قنديل البحر شكل قنديل البحر او هو هذا الميدوزا هيد شكل قنديل البحر او الـ مثل الشعر المجعد الكارلد هير may project from the colonies ممكن انه project انه يعني تنتق او تخيل من الكولوني من المستعمرة هذا شكل الليجن ممكن أن نأخذ منها باس أو ممكن نأخذ منها إذا كانت شوية إيرلي راح تكون مليئة بالباس نقدر نأخذ منها أو الفلويد وهذا شكل الأنثراكس مستعمرات الأنثراكس شكلها خشن لاحظوا على البلود أجار وماكو نان هيموليتك جراي إلى وايت كولونيز وهذه الأوصاف كلها موجودة يعني على هذه الكولونيز على التريتمنت طبعا احنا يعني هذه ما راح تستعملوها انتم او ربما يعني تشوفون هذه الكولونيز او هذا لان الانثراكس يعني عندنا نادره ما صراحه ما موجوده عندنا الحمد لله بس ممكن انه ترد في حالات نادره يستخدموها ذول العصابات والمافيات يستخدموها لقتل الشخصيات المهمة رؤساء دول أو غيرها استخبارات يستخدموها كسلاح بيولوجي سمعتوا بهاي الرسائل اللي يدزوها المافيات أو يدزوها العصابات لشخص معين بمجرد أنه يعني يفتح الرسالة شايفين هاي العادة اللي عندنا العادة الخاطئة أنه واحد من يريد يعني يلصق الرسالة يستخدم لسانه حتى يبلل هاي المنطقة على مود تلتصق فممكن هذا أو الطابع مع بالطوابع البريدية ممكن يعني يضيفون الباسيلاي مال هذه البكتيريا بالمادة اللاصقة اللي موجودة بظهر الطابع الشخص مجرد أن يخليها على لسانه راح ياخذ الجاسترونتستينال فورم وتبدي عدة الأعراض خلال 48 ساعة زين many antibiotics are effective against anthrax in humans but the treatment must be started early طبعا لازم العلاج يبدي بصورة مبكرة
Ciprofloxacin is recommended for treatment. Prophylaxis with ciprofloxacin or doxycycline should be given for 60 days and 3 doses of vaccine, AVA, Biothrax, Aquavaccine should be administered. Virulence factors of Bacillus anthracis. عوامل الضرر لهذه البكتيريا عندها بولي جاما دي جلوتاميك اسيد كبسول ان از انتي فاجوسايت ان انتي فاجوسيتيك. هذا المركب او هذا الفاكتور اللي تملكه البكتيريا عبارة عن كبسول تحمي البكتيريا من الفاجوسايتوسيس اللي يصير لها من قبل الخلايا المناعية. الخلايا المناعية من تجي تريد تسوي لها فاجوسايتوسيس البكتيريا الباسيلوس انثريزيس راح تلقى عندها البولي جاما دي جلوتاميك اسيد. هذا الجلوتاميك اسيد كبسول راح يحميها من الفاجوسايتوسيس بواسطة الماكروفيج او الخلايا الفاجوسيتيك سيلز مالت الاميون سيستم مالتنا. Anthrax toxins are made up of three proteins. عندها هذه البكتيريا القدرة على إنتاج توكسينات. هذه التوكسينات are made up of three proteins اللي هي protective antigen, ال PA والإيديما factor and lethal factor. بيها ال PA وال EF وال LF. The lethal toxin can quickly kill the animals by impairing both innate and adaptive immunity, allowing organism proliferation and cell death. هذه التوكسينات او الليثال توكسين بسرعة تستطيع قتل الكائن الحي، يعني قتل الخلايا، خلايا الكائن الحي اللي تصيبه عن طريق الـ impairing اتلاف او افساد كل من، يعني impairing الضعف او تشغل الـ innate and adaptive immunity، راح تشغل الـ innate immune system اللي هي المناعة الفطرية او المناعة الابتدائية، المناعة التقليدية، والـ adaptive immunity. ان شاء الله نعطيكم محاضرة بالـ immune system اذا لحقنا على هذا الكورس، لحقنا، ما لحقنا على بداية الكورس الثاني نعطيكم محاضرتين، محاضرة أو محاضرتين تعريفية عن الإميون سيستم حتى تعرفون شنو الإنات وشنو الأدابتف. الإنات هي الاستجابة المناعية التقليدية، يعني مثلا الأنتي بكتيريال إفكت اللي موجود بالمخاط، اللي موجود بالدمع التيرز، يعني الوسائل المناعية الدفاعية البسيطة اللي يستخدمها الجسم، مثلا الجلد اكو بيفد انزيمات تمنع نمو البكتيريا او بيبتايدز تفرزها الخلايا، خلايا الجلد. كذلك اكو خلايا موجودة بالجلد هي تعتبر من اسلحة النيت اميون سيستم مثل الدندرايتك سيلز وغيرها من الفاجوسيتيك سيلز. الادابتيف اميونيتي هي نوع من المناعه تكون اكثر تطورا من الانيت او الخط الدفاعي الثاني للاميون سيستم، نسميها الادابتيف اميونيتي. فمحل شاهدنا انه هذه البكتيريا راح تشغل لنا كل من يعني تشغل الانيت اميون سيستم اند ادابتيف اميونيتي، وبالتالي تعرفون من تشتغل الانيت اميونيتي والادابتيف اميونيتي يعني راح تصير انتي بوديز، الجسم راح يكون اجسام مضاده ضد هذه البكتيريا، وراح تكون الاستجابه الخلا يعني سيل ميديتد اميونيتي وهيومرال اميونيتي، راح المناعتين تشتغل وبالتالي راح يصير استجابه مناعيه قويه فيؤدي الى تخريب النسيج، اميونو باثولوجي، تصير انفلاميشن قوي، allowing organism proliferation يعني هذا الاضعاف اللي يصير للانيت والادابتيف اميونيتي يخلي الاورجانيزم، يخلي هاي البكتيريا يسوي proliferation
وتسبب السيل ديث، راح تقتل الخلايا، لأن المناعة هذه ما راح تقدر توقف تقدم الباثوجين أو البكتيريا، لأن يمتلك أدوات ضارية، هذا البولي جاما دي جلوتاميك أسيد والإديما فاكتور والليثال فاكتور والبروتكتيف أنتيجين، هذه تخلي دفاعات الجهاز المناعي عاجزة أمام هذه البكتيريا أو أمام صد هذه البكتيريا، فيتقدم المرض والشخص يموت قبل لا نقدر أو قبل لا يقدر الجهاز المناعي يسيطر على الحالة. زين، الكلينيكال فايندينجز، العلامات السريرية اللي نلقاها على المريض بالنسبة للكوتينيوس أنثراكس generally occurs on exposed surfaces of the arms. طبعا الأسطح المعرضة للعدوى بواسطة البكتيريا اللي هي عادة الذراع، ذراع يعني اليد or hands, followed in frequency by the face and neck. مثل ما شفتوا بالصورة اللي عرضناها، هذه الذراع تكون أكثر جزء معرض للعدوى، وممكن العنق و الوجه. A pruritic papule عبارة عن مثل البثرة أو يعني دمبلة هيجي، مكان فد بابيول تكون برورايتك يعني تحك اتشينج، يعني الشخص تحك هاي الدمبلة اللي صارت لمدة 1 إلى 7 أيام after entry of the organisms، تتطور بعد 1 إلى 7 أيام من دخول الorganisms or spores through a scratch. تلاحظون الكوتينيوس انثراكس ياخذ وقت اطول، ليش؟ لان طبيعه الجهاز المناعي اللي بالجلد راح يعني تواجه خط الصد الاول اللي هو الانيت اميونيتي، فتاخذ وقت اطول يلا تتطور هذه الحبه اللي بالجلد، تاخذ 1 إلى 7 أيام after entry of the organisms or spores through a scratch، خدش او موجود جرح بسيط بالجلد من خلاله تدخل البكتيريا وتسبب هذه البرورايتك بابيول اللي تتطور بعد 7 أيام. after بعد هذه المدة 7 إلى 10 days the scar الندبة it's fully developed، يصير مثل الندبة في مكان الجرح، إذا تلاحظون هذه تصير ندبة في مكانه، طبعا البكتيريا دخلت جوا ووصلت المجرى الدم. بعد هذه المدة the incubation period in Asian anthrax may be as long as 6 weeks. ال incubation period، من يعرف لي ال incubation period؟ فترة بين دخول المرض والأعراض. زين، عافية. هي الفترة اللي بين دخول المرض وظهور الأعراض. زين، ما أدري اسمك، مدى باعوا على الليست قائمة، شنو اسم الطالب اللي حكيت هسه جاوبتني؟ الطالب كرار. عفوا 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 كرار. زين، مثل ما جاوبنا زميلكم انه الانكيبيشن بيريود هي الفترة من دخول المسبب المرضي الى ظهور الاعراض. The early clinical manifestations are associated with marked hemorrhagic necrosis and edema of the mediastinum. نلاحظ العلامات السريرية اللي تظهر على المريض هي تترافق ويا hemorrhagic نزف، hemorrhagic necrosis and edema، يصير يعني تجمع سوائل بالجسم وخاصة بالmediastinum، الجزء الوسطي ميديستاينم، منطقة البطن والمناطق اللي قريبة من دخول المسبب المرضي. الباسيلاس سيريوس النوع الثاني من الباسيلاس، شوية هاي المحاضرة صار بيها تقديم وتأخير، المفروض هذا التريتمنت السلايد مال التريتمنت لنقلة، وين؟ خلي النقلة هسه مدام حتى ما ننساه.
نسوي له قص هذا وننقله بعد الكلينيكال فايندينج. هنا أنا نخليه حتى يكون ترتيب المحاضرة صحيح. كلينيكال فايندينج ويجي وراها التريتمنت. كان عندنا قبل الفيريلانس دياجنوسيس اند تريتمنت. دياجنوسيس هذا هم نشيله. نعم نخليه زين. هسه صار ترتيب المحاضرة صحيح. زين نجي على البكتيريا الثانية بهذا الجينس الباسيلاي. عندنا الباسيلا سيريوس. الباسيلا سيريوس طبعا خلصنا الأنثراكس، يعني فد شيء بسيط عن الأنثراكس. أحد عنده سؤال شيء مفاهمة بالموضوع؟ ها شباب وياي استاذ واضح كلمك زين. الفود بويزنينج او البكتيريا المسببه للفود بويزنينج الباسيلس سيريوس هي عباره عن بكتيريا عصويه تشترك بنفس خصائص المجموعه اللي ذكرناها بالبدايه، لكن مع يعني الخصائص الآتية. تسبب هذه البكتيريا الفود بويزنينج caused by Bacillus cereus has two distinct forms. إلها شكلين مميزات، الإيميتيك تايب والدياريال تايب. بالنسبة للإيميتيك، إيميتيك جاي من إيميسيز وهو التقيؤ. فالإيميتيك تايب البكتيريا اللي تسبب التقيؤ which is associated with fried rice، الرز المقلي. يعني هي associated with fried rice milk، يعني ويا هاي الأطعمة يعني تكون قديمة طبعا مو فريش. يعني واحد يسوي رز ويتركه يبات الثاني يوم أو بعد ساعات من طهيه ويتعرض إلى تلوث بكتيري، ممكن يسبب هذا النوع من الفود بويزنينج الايميتيك تايب. فاسوشيتد وذ فرايد رايس، الملك، الحليب اذا كان ما مبستر او معرض للتلوث، اند باستا، العجين، عجين المعكرونية. ذا ايميتيك فورم از مانيفيستد باي نوزيا. يتميز هذا النوع يعني اللي يصيب الشخص بالنوزيا اللي هي لعبان النفس، او واحد يحس نفسه يريد يتقيأ، هذا يسموه النوزي. فوميتنج، التقيؤ الفعلي. والابدومينال كرامبس، تشنجات بالمعده. شايفين هذا المغص اللي يصير بالواحد قبل لا يريد يتقيأ، هي هاي يسموها الابدومينال كرامبس. اند اوكيجنالي دياريا اند از سيلف ليميتنج، واحيانا يصير دياريا اسهال وهو يعني عادة self limiting. هذا disease limiting type self limiting، يعني واحد يطيب من كيفه بدون ما ياخذ علاج، مجرد يتعرض لهذه العلامات يصير عنده لعبان نفس، تقيؤ، ممكن abdominal cramps، ممكن يصير عنده دياريا وبعدين ورا فترة يطيب من كيفه self limiting with recovery occurring within 24 hours. هذه العلامات او يعني هي الكورس مال المرض يطول يوم كامل يبقى على هذه الحالة وراها يبدي يتحسن. النوع الثاني اللي هي الدياريال تايب which is associated with meat dishes، الـ يعني صحون اللحم، and sauces، الأكلات اللي بيها لحم واللي بيها صاص، أكثر شيء تنمو عليها هذه البكتيريا. The diarrheal form has an incubation period 1 إلى 24 hours and is manifested by profuse diarrhea. يتميز الطور، هذا الطور من المرض، بالprofuse diarrhea،
يعني في الدياريا غزيرة أو يعني شديدة. And abdominal pain and the cramps, fever and vomiting are uncommon. الحرارة والتقيؤ غير شائع في هذا الدياريال تايب. هذاك إيميتيك تايب التقيؤ أكثر، هذا الدياريال تايب يكون الدياريا أكثر. وإلى نفس المدة يطول 24 ساعة. Ingested spores، ابتلاع السبورات، that develop into vegetative cells of Bacillus cereus secrete one of three possible enterotoxins which induce fluid accumulation and other physiological responses in the small intestine. هذه الآلية اللي من خلالها يتطور المرض. النوع الآخر هي الكلوستريديوم سبيشيز. كلوستريديا are large anaerobic gram positive motile rods، عبارة عن بكتيريا كبيرة الحجم، لا يعني واسعة، موجودة بشكل واسع، هي anaerobic لا هوائية، gram positive تكون موجبة لصبغة جرام، وتكون motile rods عصيات متحركة. Their natural habitat is the soil، موجودة بالتربة. لذلك احنا الاطفال اللي يتعرضون الى جرح كان يلعب مثلا بالتراب او يلعب برا بالشارع مثلا وتعرض الى جرح، اول ما نخاف عليه من الكلوستريديوم، الكلوستريديوم بيرفرنجنس طبعا اللي يسبب الانيروبيك بكتيريا، تسبب القزاز، فممكن ناخذ الباسيف انتي بوديز، ناخذ ابره ضد القزاز تحتوي على اجسام مضاده ضد هذه البكتيريا حتى تسوي لها نيوتراليزيشن، يعني يصير انتيجين انتي بودي، هذا الانتي بودي يتشلب بالانتيجين مال البكتيريا يمنعها من انه تسبب المرض وتسبب الالتهاب داخل الجسم وبالتالي يتخلص منها الجهاز المناعي. Their natural habitats قلنا هي السويل، المارين، مارين يعني مياه البحر أو يعني المياه بصورة عامة، sediments، مارين sediments يعني الماء المترسب أو شلون هاي المستنقع مثلا البرك المتروكة، sewage مياه المجاري، or the intestinal tract of animals and humans. كذلك هي موجودة بالقناة القناة المعوية للحيوانات وللإنسان، where they live as saprophytes، تكون موجودة على شكل saprophytes يعني رمية المعيشة أو موجودة بهذه الأماكن بصورة طبيعية. Pathogenic species can cause botulism. Botulism هو التسمم الغذائي. هذا النوع يعني الطعام اللي يتلوث بالكلوستريديوم سبيشيز نسميه البوتلزم، التسمم الغذائي بواسطة الكلوستريديوم. تيتانوس يسبب التيتانوس. غاز جانجرين نوع من المرض نسميه الغاز جانجرين. And pseudomembranous colitis. Pseudomembranous colitis. التهاب القولون اللي يسموه الممبرين الكاذبة، تتكون فد أغشية تشبه يعني فد ترسبات من البكتيريا تشبه السيدوممبرين بالقولون فتسبب pseudomembranous colitis. والغاز جانجرين هذا نوع من النكروسز اللي يصير بسبب البكتيريا، نجي نتناولها ان شاء الله في محلها. كلوستريديوم بوتلاينا which cause the disease botulism is worldwide in distribution. It is found in soil and occasionally in animal feces، موجود بالسويل وبالانيمال فيسز
produce toxin spores of the organism, are highly resistant to heat, withstanding 100 degrees centigrade for several hours. During the growth of Clostridium botulinum and during autolysis of the bacteria, toxin is liberated into the environment. خلال موتها تحرر التوكسين اللي موجود اللي موجود بهذه البكتيريا. 7 antigen varieties of toxin, 7 انواع من التوكسينات اللي موجوده. سيروتايب A الى G, يعني A B C D E F G, 7 انواع من التوكسين, توكسين A, توكسين B, توكسين G الى اخره. Unknown. البوتلزم تايبس, عندنا وند بوتلزم كوزد باي تايب A اند B اور B توكسين. الA والB تسبب لنا الوند بوتلزم. الفود بويزنينج, موست كيسز اوف بوتلزم ريبريزنت ان انتوكسيكيشن ريزلتينج فروم انجستشن اوف فود ان ويتش كلوستريديم بوتلزم هاز grown and produce toxin. معظم الحالات اللي يصير بها التسمم الغذائي من نوع البوتلزم تتمثل بالانتوكسيكيشن, يعني التعرض للتوكسيك التوكسينز مالت البكتيريا اللي تلوث الغذاء, مما ينتج عنه شنو؟ ingestion of food, تناول الأطعمة اللي تكون ملوثة بالكلوستريديوم بوتولينم. هاز جرون, اللي يعني قد تكون نامية بهذا الطعام, and produce toxin, وانتجت السموم اللي موجودة بهذه المادة الغذائية. يجي الواحد يتناولها فيتعرض الى التوكسين او الى التوكسيكيشن اللي وصفنا علامات نوزية وفوميتينج, ممكن يصير عنده زين دياريا. الانفانت بوتلزم هذا النوع الآخر. honey is the most frequent vehicle of infection, يعني العسل هو المادة الغذائية اللي ممكن أن تحتوي على الانفانت بوتلزم, لذلك احنا ما ننطي مادة العسل. العسل جلد بي فوائد وجلد بي يعني فوائد طبية, لكن الطفل أقل من سنة ما نعطي العسل لأنه ممكن يسبب عدة تسمم غذائي أو ممكن أنه ما يتقبله, لأن العسل أكو بي في التوكسينز من البكتيريا. الكبير بالعمر يتحملها مع يعني وتكون مفيدة له لأن الإميون سيستم مالته متطور, لكن الطفل أقل من سنة الإميون سيستم مالته ما يتحمل هيك نوع من يعني المواد أنه قد تكون مضرة أو مؤذية له. زين, the infant ingests the spores of Clostridium botulinum and the spores germinate. راح يتعرض الطفل إلى سبورات الكلوستريديوم botulinum, والسبورات هذه germinate يعني تتحول من الطور السبوري إلى الطور الخضري within the intestinal tract, خلال القناة المعوية للطفل. طبعا the vegetative cells, الطور الخضري لهذه البكتيريا اللي كانت سبورات, produce toxin as they multiply, من تتكاثر تطينا توكسين. the neurotoxin then gets absorbed into the bloodstream, النيوروتوكسين هذا السم العصبي ينتقل يعني يصير الامتصاص وينتقل عن طريق مجرى الدم للطفل أو للشخص المصاب. That results in a flaccid paralysis, يسموه الشلل الرخو. هذه التوكسينات تسبب شلل بالعضلات مالت الشخص. هذا الشلل هو من النوع الفلاسيد paralysis يسموه, يعني شلل مع ارتخاء بالعضلات المشلولة. Then, the clinical findings of botulism, symptoms begin, تبدي العلامات
18 إلى 24 ساعة، يعني هي هاي مدة استمرار الأعراض 18 إلى 24 ساعة after ingestion of the toxic food. Visual disturbances، واحد يحس اكو خربطة بالنظر، شلون هيجي الرؤية مالته تكون مو تمام او خربطة بالرؤية. Inability to swallow، يحس روحه ما يقدر يبلع لان عضلات البلع راح تتأثر بالتوكسين وبالتالي يصير بها شلل فما يقدر يبلع. And speech difficulty، صعوبة بالكلام. Signs of bulbar paralysis، يعني العلامات من الشلل البصلي are progressive، تبدي تتطور. And death occurs from respiratory paralysis or cardiac arrest، وممكن انه يوصل الانسان الى مرحلة الديث بسبب شلل. تلاحظون يعني اكو عضلات مختلفة، عضلات البلع، الرؤية، الباراليسز بالبلبر مسلز اللي حول العين. والديث اكر ممكن بسبب شلل عضلات التنفس والكاردياك ارست، توقف القلب. التريتمنت عندنا السبورتيف كير، يعني العلاج السبورتيف كير حسب العلامات. مثلا عنده مثلا صعوبه بالتنفس، نحاول نعزز التنفس مالته من خلال نعطي اكسجين او الربط على الميكانيكال فنتليتر. especially intensive care is key in the management of patients with botulism. Adequate respiration must be maintained by the mechanical ventilation if necessary, and in severe cases may need to be maintained for up to 8 weeks. ممكن بالحالات الشديدة نخليه بالانتنسيف كير يونت لمدة 8 أسابيع، يعني ينطى ميكانيكال فنتليشن والسبورتيف كير اللي يحتاجه لمدة 8 أسابيع. انتي توكسينز تو 3 تايبس اوف بوتوليزم، بوتولينم توكسينز must be promptly، يجب ان يعطى فورا. administered intravenously، نعطي هذه الانتي توكسين intravenously with customary precautions، مع المحاذير المعروفة، يعني ما نعطي بسرعة و نعطي بالوقت المناسب وبالجرعة المناسبة. نجي على النوع الآخر، هي الكلوستريديوم تيتاناي، which cause تيتانوس. هذه البكتيريا سبب التيتانوس، is worldwide in distribution، منتشرة بصورة كبيرة بالعالم. In the soil and in the feces of horses and other animals، موجودة بالتربة بالفضلات الحيوانات مثل الخيول وغيرها من الحيوانات تكون موجودة بها الكلوستريديوم تيتاناي. All produce the same antigenic type of neurotoxin، كل انواع الكلوستريديوم تعطينا نفس النوع من النيوروتوكسين اللي هو تيتانوسبازمين. الكلوستريديوم تيتاناي is not an invasive organism، مو بكتيريا من النوع الانفيزيف. انفيزيف يعني هاي اللي تخترق الانسجة. و the infection remains strictly localized in the area of devitalized، منطقة الإصابة تبقى محددة البكتيريا بمنطقة الإصابة. الديفيتالايزد تيشيو مثل الووند أو البون انجري، الأمبوليكال ستامب يعني منطقة السرة أو هذا الحبل السري، السيرجيكال سوتشر أو الخيوط يعني الجراحية،
يعني الخيوط اللي مخيطة مكان الجرح، مكان خياطات الجرح، into which the spores have been introduced. Bacteria produce toxin which cause inhibition, the neurotransmitter that inhibit motor neurons. آلية عمل هذا التوكسين اللي هو التيتانوسبازمين هيعطل النيوروترانسميتر الناقل العصبي اللي هو عادة الأستايل كولين، يعطل عمله فبالتالي يسوي تثبيط للموتور نيورون الأعصاب الحركية، يعني العصب الحركي اللي يحرك العضلة المعينة اللي صايرة في مكان المكان الانجري او المكان الووند اللي دخلت من البكتيريا. هذه التوكسينات اللي تفرزها البكتيريا راح تعطل النيورو ترانسميتر وبالتالي تشل الحركه العصبيه اللي الجسم يتحكم بها بهذه العضله، يصير شنو؟ يصير باراليسيس، فلاسيد باراليسيس او تيتانوس من النوع الشلل للتيتانوس، هسه نجي ناخذه بالوصف. هايبر ريفلكسيا مصل سبازمز، يصير شنو؟ يصير فرط انعكاسيه، يعني الشخص يكون مشدود، شلون واحد التنس يصير عنده مصل سبازم، تشنج عضلي، العضله تكون متقلصه وتبقى متقلصه. And spastic paralysis results. ويسموه الباراليسيس من النوع الاسباستيك. ديش الساعة شخذنا نوع من الباراليسيس شو سمينا؟ من يتذكر قبل سلايدين ثلاثة؟ وياي يا شباب ملتهين تقرون بالامتحان لو شنو نمتوا؟ ها شباب لسه بس شوي النبض ضعيف روح الصوت ويجي مو كل شيء فهم زين. وانا نهاية كل موضوع اقول شنو الموضوع اللي ما افتهمته شنو بس سمعتوا سؤالي لو لا ممكن تسأل اذا ممكن زين. هذا النوع من ال ال الباراليسز اللي يصير ايش سميناه؟ سميناه السباستيك باراليسيس. اكو نوع ثاني من الباراليسيس مر علينا قبل شويه شو اسمه؟ المتلازم؟ لا باراليسيس، باراليسيس مو التسمم. شو اسمه الباراليسيس؟ عندنا نوعين من الباراليسيس، هذا واحد والثاني شنو؟ هاي بالامتحان اجيبه لكم السؤال، اقول لكم شنو انواع الباراليسز اللي تصير وطون الفرق بيناتهم. زين فعندنا هذا السباستيك باراليسز ريزلتس. الكلينيكال دايجنوسيس ذا انكيوبيشن بيريد ماي رينج فروم 4 إلى 5 أيام. الانكيوبيشن بيريود مال الكلوستريديوم تيتاناي من 4 إلى 5 أيام، ممكن ان توصل الى 3 أسابيع. The disease is characterized by tonic contraction of voluntary muscles. يصير تقلص او انقباض. tonic يعني توتري، انقباض توتري يصير بالعضلات الارادية. Muscular spasms often احيانا involve first the area of injury and infection and then the muscle of the jaw. ممكن يوصل الى عضلات الفك، الترايسموس، لوك جو، العضلات اللي تحرك الفك السفلي، which contract so اللي هي تتقلص كلش جدا. That the mouth cannot be opened بحيث الشخص ما يقدر يفتح حلقه من كثر ما متقلصه، هو لا اراديا يعني مو بارادته، بيه غصبا عنه تتقلص وتسد الفم بطريقه بحيث حتى بعد ما يقدر ياكل.
زين. Gradually other voluntary muscle become involved resulting in tonic spasm. Tonic spasm أو اللي يسموه spastic paralysis. The control immunization control شلون نسيطر على الحالة؟ يعني الكنترول هو شكل من أشكال العلاج نقدر نقول أو اسم ثاني للعلاج. نعطي للشخص المصاب أو اللي نشك به أنه متعرض إلى التوكسين مالت البكتيريا نعطيه المنع immunization with tetanus toxoid should be mandatory. ممكن أن هذا يكون إلزامي أو إجباري للمريض نعطيه. Three injections comprise the initial course of immunization followed by another dose about 1 year later. هذا نعطي جرعة رقم واحد بعد سنة من هذه الجرعة. طبعا الأطفال نعطي هذا بعد سنة نعطي جرعة تنشيطية ثانية. Initial immunization should be carried out all children during the first year of life. خلال السنة الأولى من حياة الطفل كل الأطفال لازم يأخذون هذا اللقاح. النوع الآخر الأخير اللي راح نتناوله اليوم هو هي الكلوستريديوم بيرفرنجنس. كلوستريديوم بيرفرنجنس كان بروديوس انفيزيف انفكشن. هذا النوع هذه البكتيريا تكون انفيزيف على عكس اللي قبلها انكلودينج مايونيكروسيس تسبب لنا نخر بالعضلات او يعني تسوي نكروسيس قتل للخلايا العضليه. غاز جانجرين. سامعين بالجانجرين؟ الجانجرين هو النكروسيس اللي يصير بالنسيج لاسباب يعني هاي بالباثولوجي تاخذوها من تدرسون الباثولوجي تاخذون الجانجرين او اللي يصير النكروسيس اللي يصير بالخلايا خلايا النسيج اللي تتعرض لاي مسبب يسبب لها نكروسيس. فمن يصير نكروسيس بنسيج معين هذا النكروسيس او هذا يعني الشخص حي واكو نسيج بداخل جسمه يموت هذا نسميه جانجرين. اذا كان الجانجرين في مكان طرفي بالجسم مثلا نهايه الاصبع او شيء نسميه هذا الدراي جانجرين. يبدي بالجلد الجلد يسود يصير لونه اسود خاصه ذول اللي يصير عندهم سكري يصير التهاب بالنهايات العصبيه عندهم ويتعرضون الى بكتيريال انفكشن تكون مناعه مالتهم ضعيفه بالمناعه الانسجه الطرفيه فتكون فرصه مناسبه لنمو وتكاثر البكتيريا وتسبب باص وتسبب عندهم هذا النوع من الجانجرين اللي نسميه الدراي جانجرين. واذا كان المكان عميق يعني يخترق أنسجة الجسم قد يكون منطقة البريتون هذا نسميه المويست جانجرين أو الجانجرين الرطب اللي يكون بالأنسجة العميقة. هذا النوع من الجانجرين اللي تسبب الكلوستريديوم نسميه الغاز جانجرين. غاز جانجرين يعني هو من اسمه يعني يتميز بوجود فقاعات غاز جانجرين. إذا نوع الجانجرين اللي يصير نكروسيس بالأنسجة نسميه الغاز جانجرين الناتج من الكلوستريديوم بيرفرنجنس. طبعا هي مو معناها الكلوستريديوم هي بكتيريا لا هوائية فالغاز مو معناها أنه البكتيريا تحتاج إلى وجود غاز حتى تنمو وإنما هي شنو؟ النوع الجانجرين يسموه الغاز جانجرين الناتج من الكلوستريديوم بيرفرنجنس. If introduced into damaged tissue إذا البكتيريا دخلت أو يعني صار دخول للدامج تيشيو an enterotoxin of Clostridium perfringens is a common cause of food poisoning. فهي هذه التوكسين اللي تسبب لنا أو الانتيروتوكسين اللي تسبب لنا poisoning. الألفا توكسين
مالت الكلوستريديم بيرفرنجنس. تايب A is a lysithinase, also aggregates platelets, تسبب تجمع البلاتلتس, thereby leading to formation of thrombi, تسبب لنا التكتل الصفائح الدموية, وبالتالي تسبب لنا تكون الخثر الدموية بالسمول بلاد فيزلز. هذه الآلية اللي من خلالها يصير الغاز جانجرين. ده تفهمون علي يا شباب؟ شباب وناية؟ خوش. البكتيريا هسه حتى يكون واضح الكلام, البكتيريا تنطينا توكسين اللي هو الالفا توكسين, يسبب اجريجيتس بالبليتلتس الصفائحات الدمويه, مما يؤدي الى تكون خثر دمويه. هاي الخثر الدمويه تسد السمول بلاد فيزلز اند ادينج تو بور تيشيو بروفيوجن, التيشيو بروفيوجن اند اكستندينج the consequence of anaerobiosis, يعني تؤدينا الى خلق فرصه لا هوائيه بهذا النسيج. يعني النسيج منين يجي الاكسجين؟ منين يجي الهواء؟ عن طريق الوعاء الدموي اللي يغذيه بالدم والاكسجين, يعني الغذاء والاكسجين. اذا هذا الوعاء الدموي سدته خثره دمويه, ايش صار؟ صار anaerobiosis. consequence يعني عاقبة أو النتيجة من وجود خثرة دموية بالوعاء الدموي الصغير, and adding to poor tissue profusion, الارتواء أو يعني يصير النسيج فقير بالتجهيز الدموي بسبب انسداد هذا blood vessel, and extending والامتداد مالتها عاقبة هذا الموضوع راح يصير anaerobiosis, namely destruction of viable tissue, فيؤدي الى تحطيم وموت هذا النسيج. وهذه العملية نسميها الغاز جانجرين, يعني الجانجرين الناتج من حرمان النسيج من الغاز, حرمان النسيج من الاكسجين. وضحت الصورة يا شباب؟ هذه كلش مهمة الآلية, ممكن أطلبها منكم بالامتحان أو ممكن أجيب لكم عليها أسئلة متنوعة. الكلوستريديم بيرفرنجنس انتيروتوكسين, when a high number of vegetative cells are ingested and sporulated in the gut, عندما يتعرض الشخص إلى كمية كبيرة من هذه البكتيريا, the vegetative cells ingested and sporulates in the gut, يعني تكون الابواغ بالجات, يعني انجستشن, واحد ياخذ الطور الخضري او السبورات وبعدين تتحول الى الفيجيتيتيف فورم بالجات. الكلوستريديم بيرفرنجنس انتيروتوكسين از فورمد, راح تتكون هذه الانتيروتوكسين بالجات. ات انديوس intense diarrhea in 7 to 30 hours, راح تسبب لنا دياريا شديده خلال 7 الى 30 ساعه. الدياجنوستيك لابوراتوري تيست سبيسيمنز كونسيست اوف ماتيريال فورم فروم وونز, ناخذ مواد من الووند الجرح, باس اند تيشيو, ذا بريزنس اوف لارج gram positive rods in gram stained smear suggests gas gangrene. Clostridia spores are not regularly present. سبورات الكلوستريديوم ما تكون منتظمه, يعني مو موجوده بانتظام بالعينات, مو دائما نشوفها. The most important aspects of treatment is prompt, يعني الحفز, and extensive surgical debridement. من المهم جدا, يعني هسه عندنا نسولف على التريتمنت, من المهم جدا او الجوانب المهمه جدا بالعلاج هو انه الـ اثناء الجراحه او اثناء الخياطه الجراحيه
واحد ما يعوف نهائيا، ما يترك أي فراغ تحت الجلد، يعني أي جزء يعني ما يترك فد تجويف وتجويف، يعني فد فجوة هوائية تحت الجلد، لأن هذه تؤدينا إلى نمو البكتيريا. هذه ما راح يغلقها الواحد، راح يكون في البيئة مثالية لنمو الكلوستريديم أو لتكون سموم الكلوستريديم على فرض وجود البكتيريا. أنا من أوفر فد فجوة معينة وأخيط هذه الفجوة أغلقها، راح تتكون فد حجرة تنمو بها الكلوستريديم وتنتج السموم. The most important aspects of treatment is prompt and ما أترك فجوات داخل النسيج الحي. هذا معناها. تمام؟ تمام دكتور، شكرا. حبيبي، واضحة يعني؟ خوش، أحد عنده سؤال آخر شباب؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. دكتور، أنا شفت إنه أكو مريض قبل 3 أيام فتحوا له اكو جرح عنده وخيطوه وخلوه له بين الخياطين من هاي الصفحه ومن هاي الصفحه، خلوه له اكو صونده يطلع منها تصريف. هو هذا الدرين بالضبط، هي هاي الصونده اللي تسمح بالبص سيلز حتى تطلع الى ان يصير هيلينج بالجرح من الداخل، يلا بعدين يزيلوها، بحيث يعني هو الجسم يكون كونكتيف تشو ويسد الفراغ اللي صاير داخل الجرح بعد زوال البص وزوال الانفكشن. يعني نطي فترة للاميون سيستم حتى يصلح مكان الالتهاب. ماشي، شنو سؤالك بعد؟ دكتور، انه كان سؤالي انه كان يطلع منها مثل الدم. اي هو هذا الدم، الدم هذا طبعا اعتيادي يطلع لان يرتشح من منطقة الووند، هي منطقة الجرح. بس هذا الدم مو بس دم صافي، يعني هذا دم ويا بص، بس انت ما تشوفين البص، تشوفين لونه احمر. اي صح دكتور، لونه احمر. اي لونه احمر، بس هو مليء بالبص سيلز وبالبكتيريا، ويعني يكون ملوث. فاحنا قدر الامكان يعني اذا كنا مضطرين لاستخدام هذا الدرين لان الجرح ما يسمح انه يتخيط ويتنظف، اذا ما قدرت تنظف الجرح من البص واضطريت فاستخدم هذه التيوب، ومعها نستخدم سيستميك تريتمنت ولوكال تريتمنت حتى قدر الامكان انا اكون سيف من البكتيريا اللاهوائية. من هاي البكتيريا اللاهوائية بس يتوفر لها مكان معزول عن الأكسجين والهواء راح تنمو وتتكاثر بغزارة وتسبب لنا هذه الأعراض الخطرة للتيتانوس والبرفرنجنس. زيني يلا، أنا ما أريد أخذ من وقتكم، عندكم 3 ربع ساعة قبل الامتحان.